بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الأول. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أخبر الناس أو ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا حديث عظيم. معاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري من علماء الصحابة وأجلائهم، من شباب الصحابة الذين نهلوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خصه بهذا الحديث لأهليته لتحمله وتبليغه للناس. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. فائدة الأولى: فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق ومع هذا يركب الحمار كغيره من الناس. هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يردف معه من أصحابه من يركب معه، هذا من باب التواضع، ولا يختص بمركوب دون غيره. وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا فيه التعليم بواسطة السؤال والجواب، لأنه يكون أبلغ وأثبت في الذهن مما لو أنه ألقى إليه العلم بدون سؤال. سأله أولا من أجل أن يتطلع إلى الجواب، يكون ذلك أثبت الذهن. وطريقة التعليم بالسؤال والجواب طريقة معروفة عند أهل العلم، ولها عناية وأهمية كبيرة. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا فيه أن المسؤول إذا لم يكن عنده علم ولم يكن عنده جواب، أنه يسند العلم إلى عالمه ولا يخوض أو يتخرص وهو ليس عنده جواب، ليقول: الله ورسوله أعلم.
ويتوقف عن الإجابة وهو لا يدري. وهذا شيء يغفل عنه كثير من المتعلمين، فإنهم إذا سئلوا بادروا إلى الإجابة، وأكثرهم ليس عنده علم وإنما يتخرص فيقول على الله بغير علم، وهذا خطر عظيم. الإنسان في عافية إذا سئل، إن كان عنده جواب صحيح يعني في المسائل الشرعية، إذا سئل في المسائل الشرعية إن كان عنده جواب يطمئن إليه وهو جواب صحيح فإنه يجيب، إن كان إنه ما عنده جواب فهو يتوقف ولا يتسرع في الفتوى أو الإجابة، فهذا فيه أدب طالب العلم. وهو مهم جدا. قلت الله ورسوله أعلم، هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. الله أعلم. ثم جاء الجواب بعد أن تطلع معاذ إلى الجواب، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يسأل وهو الذي يجيب. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، هذا حق واجب، وهو الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحق الله مقدم على سائر الحقوق، دائما يأتي هو أول الحقوق في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. لما ذكر الحقوق العشرة في هذه الآية جعل أولها حق الله سبحانه وتعالى: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، بدأ بحق الله سبحانه وتعالى. حق الله هو أول الحقوق الواجبة على العباد، وهو الذي خلقوا من أجله. ما هو حق الله؟ أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، ما يكفي أنهم يعبدونه، بل لا بد أن يتركوا عبادة ما سواه. أما إذا عبدوه وعبدوا معه غيره هذا شرك، وعبادتهم لله تكون باطلة. المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله بأنواع من العبادات، ولكنهم كانوا يشركون معه غيره من الأصنام والأولياء والصالحين والأشجار والأحجار، فصاروا مشركين ولم تنفعهم عبادتهم لله. فكل من عبد الله وعبد معه غيره فإنه مشرك، عبادته لا تنفعه. الذين يعبدون الله الآن يصلون يصومون ويحجون، ولكنهم يدعون الأولياء والصالحين والأموات يستغيثون بهم يذبحون لهم ينذرون لهم، هؤلاء مشركون، لا تنفعهم عبادتهم لله عز وجل، لأنه قال أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيء، كما في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل لفظ الآية تماما، لأن عبادة الله لا تصح مع الشرك،
لا تصح إلا إذا خلصت من الشرك، وأن العبد لا يعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. شوف أهل الكتاب علماء علماء، ولكن لما كانوا يشركون ما نفعهم علمهم ولا الكتاب الذي بأيديهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا، يعني أقبلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا نعبد إلا الله، إلا الله هذا حصر، وأكده بقوله ولا نشرك به شيئا. وقوله ألا نعبد إلا الله هذا كافي لأنه حصر، لكن مع ذلك أكده فقال ولا نشرك به شيئا، لأن اليهود والنصارى يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، يعبدون عزيرا ويعبدون المسيح، يعبدون من دون الله عز وجل. الرسول دعاهم إلى التوحيد وترك الشرك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا فيه أن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تقبل، ولا يشركوا به شيئا. وشف كلمة شيئا عامة نكرة في سياق النفي تعم كل شيء، لا يشرك مع الله شيء أبدا، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين ولا من الأحجار والأشجار ولا من الجن ولا من الإنس، ولا تشركوا به شيئا، أي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي شيء. بعض الجهال يقولون عبادة الأولياء والصالحين تقرب إلى الله، وهم وسائط بيننا وبين الله. الله رد عليهم لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله جل وعلا إن الله يحكم بينهم بما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سماهم كذبة وكفرة، مع أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا. هذه نفس شبهة القبوريين اليوم، ما نعبد الأموات إلا لأنهم صالحين يقربوننا إلى الله، توسطون لنا عند الله، نفس قول المشركين السابقين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يعبدونهم لأنهم يخلقون ويرزقون، ولكن يعبدونهم لأجل الشفاعة، يشفعون لهم عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سماه شركا ونزه نفسه عنه، وهم يقولون شفعاء، إننا نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، ولكنهم صالحون يشفعون لنا عند الله. ما هو بهذا طريق الشفاعة، الشفاعة حق لكن ما هو بهذا طريقها. الشفاعة تكون بإذن الله، وتكون في أهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، عن المشفوع فيه، لأن يكون من أهل التوحيد. أما الكافر والمشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، يعني إذا أدوا حق الله عز وجل فماذا يكون حقهم على الله؟ حق العباد على الله هذا حق تفضل به سبحانه، وهو غير واجب عليه سبحانه، لأن أحدا لا يوجب على الله شيئا، وإنما هذا حق تفضل به هو سبحانه، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق تفضل الله به على نفسه، تفضل به أوجبه على نفسه تفضلا منه سبحانه على عباده، وإلا هم لا يلزمونه بشيء. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. من سلم من الشرك سلم من العذاب، سلم من العذاب، إما أنه يسلم من العذاب مطلقا ولا يعذب أبدا إن كان ممن حقق التوحيد، وإما أنه يعذب بذنوبه إذا شاء الله ولكنه لا يخلد، فمآله إلى الجنة. فقوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذبه عذابا مطلقا ولا يمسه العذاب أبدا، هذا إذا كان ممن حقق التوحيد وسلم من الذنوب، سلم من الذنوب. وقد يعذب بذنوبه ولكن لا يخلد، ومآله إلى الجنة. فالموحد من أهل الجنة إما ابتداء وإما في النهاية للتوحيد. وفي الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفر أبدا. أما غيره من الذنوب الكبائر التي ليست شركا هذه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك. أما الكافر والمشرك فدخوله في النار دخولا مؤبدا لا يخرج منها، نسأل الله العافية. حق العباد على الله ألا يعذب، هذا وعد منه سبحانه وتعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس بهذا الحديث إن الموحد لا يعذب ولا يعذب إلا المشرك؟ هذا بشارة عظيمة لأهل التوحيد. قال له صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكل. ألا فيه كتمان العلم، جواز كتمان العلم لمصلحة، إذا كانوا يخشى عليهم من الاتكال على الرجاء ربما يتسارعون إلى الذنوب، يقولون: ما دام ما نشرك بالله نحن لا نعذب، ويتسارعون في الذنوب، يفهمون غلطا، يفهمون المسألة فهما خاطئا، ويظنون إن الذنوب لا تضر كما يقوله المرجئة، يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا غلط، بل المعصية قد تضر وقد يعذب بها صاحبها، وقد يبقى في النار أحقابا ثم يخرج من النار فحمة محترقة، ثم ينبت جسمه في النهر، نهر يسمى نهر الحياة، ينبت جسمه ثم إذا هذب ونقي دخل الجنة.
فلا يغتر بالذنوب أو يعتمد على الرجاء. الذنوب وإن لم تكن شركا فقد يعذب بها صاحبها، كما قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن بعض العصاة قد لا يشاء الله العفو عنه ويعذبه بذنوبه، ويدخل النار وهو من الموحدين، يدخل النار ويعذب بها. فلو أن معاذا أخبر الناس بذلك لا تسارع الجهال إلى الذنوب وهانت عليهم الذنوب والمعاصي، وقالوا: ما دام إننا لا نشرك فإن الذنوب لا تضرنا. وهذا فهم خاطئ. فإذا كان نشر العلم، إذا كان نشر بعض العلم يفهم على غير وجهه فإنه يكتم ولا ينشر، فهذا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، كتمان العلم للمصلحة، وأنه ما يلقى على كل الناس، ما يلقى إلا على الخواص من العلماء الذين لا يغترون ولا يفهمون فهما خاطئا. فأحاديث الوعد، أحاديث الوعد هذه ما تلقى على كل الناس، تجي عند ناس عصاة متساهلين الذنوب، وتقف وتقول: الله غفور رحيم، الله لا يعذب إلا من يشرك به، ينبسطون ويفرحون ويكثرون من الذنوب والمعاصي، لأنك فتحت لهم الباب. فلا تذكر لهم، لا تذكر لهم الوعد، اذكر لهم الوعيد. إذا رأيت ناس مسرفين في المعاصي اذكر نصوص الوعيد عندهم لعلهم يتوبون. وإذا جئت عند ناس غلات شددين فجيب لهم نصوص الوعد، يعني تجيب العلم عند المناسبات، تحدث الناس بما يعرفون، ما هم كل الناس سواء. العصاة تتكلم معهم بكلام خاص، والمتشددين وتتكلم معهم بكلام آخر، كلام خاص بما يناسبهم. هذا فقه الداعية، أنه يتعامل مع الناس بحسب ما يليق بحالهم، يليق بحالهم، ولا يذكر العلم عند ناس يفهمون خطأ، ما يذكر عندهم. ما كل العلم ينشر، إنما ينشر على الناس حسب ما تستوعبه عقولهم ويستفيدون منه ولا يفهمونه غلطا. فالحكمة وضع الأشياء في مواضعها. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة تضع الأمور في مواضعها. إذا جئت عند العصاة تجيب لهم نصوص الوعيد لعلهم يتوبون، وتكره إليهم الذنوب والمعاصي. وإذا جئت عند العباد المتشددين الذين قد يقنطون من رحمة الله فإنك تأتي لهم بنصوص الوعد والرحمة لتهدئ من غلوائهم وتشددهم. هكذا فقه الدعوة إلى الله عز وجل، لا تبشرهم فيتكلوا. هذا فيه إن العلم إذا كان لا يناسب عند بعض الناس ذكره فلا تذكره حتى يتفقهوا ويعرفوا، ثم بعد ذلك تلقيه عليهم. قال: لا تبشرهم فيتكلوا، خلهم علشان يحذرون من المعاصي ولا يتساهلون فيها. وهذا طيب انهم يحذرون من المعاصي ويتجنبونها
من أنك تفتح لهم باب التسهيل وباب الرجاء فيتمادون في المعاصي والذنوب، وربما يتدرجون إلى الكفر والشرك، لأن الذنوب يجر بعضها بعضا. فهذا حديث عظيم مفيد للمسلم، وهو منهج دعوة، منهج حياة سير عليه المسلم. وفيه أن التوحيد هو أول شيء، هو أول الحقوق، وأول الحقوق. وفيه فضل التوحيد، فيه فضل التوحيد، وأن الموحد يرجى له المغفرة، الموحد يرجى له المغفرة ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، فلا يقنط من رحمة الله، يرجى له المغفرة، لكن لا تسهل عليه الذنوب والمعاصي، بل حذره منها، حذره من الذنوب لئلا تهلكه الذنوب والمعاصي. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفقه في دينه والعمل بشرعه، وأن يجنبنا وإياكم، أن يجنبنا وإياكم شر الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. يقول: نريد تفسير هذه الآية، تفسير هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. الآية واضحة، إن الإنسان يبدأ بنفسه، ما يأمر الناس بالخير وينسى نفسه، بل هو يصلح نفسه أولا ثم يدعو الناس إلى الصلاح. أما أن يدعو الناس إلى الصلاح وهو غير صالح في نفسه، فهذا هو الذي يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، وهذا لوم من الله سبحانه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الواجب على الذي يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يبدأ بنفسه أولا. ما هم معناه أنه ما يأمر ولا ينهى ولا يدعو، لا، يجب عليه أمران، أمران: الأمر الأول أن يصلح هو في نفسه، والأمر الثاني أن يصلح الناس يدعوهم إلى الله عز وجل. نعم. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: هل يوصف الله بالمعرفة؟ إن الله يعرف؟ لا، نقول الله يعلم، ما نقول يعرف، نقول يعلم، كما وصف نفسه بذلك. الله يعلم، الله عالم كل شيء. ثم استدل بدليل عجيب، يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا من باب المقابلة، تعرف أولا أنت يعرف، هذا من باب الجزاء والمقابلة، لا من باب أن الله ما يعرفك إلا إذا تعرفت إليه. هو يعرفك سبحانه سواء تعرفت أو لم تتعرف إليه، لكن هذا من باب المقابلة، مثل: يسخرون منهم سخر الله منهم، نسوا الله فنسيهم، هذا من باب المقابلة والجزاء. نعم. هذا تكرر السؤال، يقول: عندنا مسجد على غير اتجاه القبلة. يا أخي، عندكم الجهة المسؤولة عن المساجد، تروح لهم وزارة الأوقاف
شؤون المساجد هم اللي ينظرون في هذا المسجد. أما أنا بعيدا عن المسجد وين هو فيه، وأيضا ما لي صلاحية. تروح لما الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد تبلغ عن هذا المسجد وتنظر فيه، قد يكون ما ذكرته صحيح وقد يكون أنك متوهم. نعم. هذا يسأل هل الأفضل الجلوس عند الدرس؟ وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. جلوسك في الدرس هذا ذكر لله عز وجل. نعم. يسأل يقول هل يجوز أن يشتغل بسيارته وما عليها ترخيص؟ هذا شاور المرور، أنا وش أدرين عنه. نعم. هذا يسأل عن من وطئ زوجته في الحيض ووجبت عليه الكفارة المذكورة في الحديث، هل يدفعها، يدفع الكفارة لزوجته؟ ما شاء الله يطأها ويعطيها الكفارة، يدفعها للفقراء، يدفعها للفقراء، التهي عليها كفارة، هي نفسها عليها كفارة، ولماذا تمكن زوجها منها وهي حائض؟ هي عليها كفارة مثل الزوج الذي وطئها. الأمور التي تزيد بالإيمان يقول ما هي؟ ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومما يزيد الإيمان الأعمال الصالحة، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكل ما عملت حسنات زاد إيمانك وكل ما عملت سيئات نقص إيمانك، فالأعمال الصالحة تزيد الإيمان. نعم. هل يقول هل يتعارض أن الإنسان يقول أني أصبت بعين أو أصبت بكذا، يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر؟ لا، ما يتعارض، ما يتعارض. إصابتك بالعين من القضاء والقدر، إصابتك بالمرض من القضاء والقدر، كله داخل في القضاء والقدر. نعم. هذا يسأل يقول إن والدي عليه دين وهو متوفي وأنا مقبل على زواج، هل أبدأ بالزواج وأنفق نفقة الزواج أو أني أبدأ بسداد الدين؟ هذا فيه تفصيل. إن كان تخشى على نفسك من الفتنة، إن كان تخشى على نفسك من الفتنة إذا لم تتزوج فبادر بالزواج، والدين يسددها الله فيما بعد. أما إذا كنت ما عليك خطر من الفتنة، سدد عن والدك أولا، تبرئ ذمته وانت ما عليك خطر. نعم. هذا يسأل إنسان إن يقود سيارة خرجت عليه سيارة أخرى وحصل اصطدام ومات 3 رجال، الكفارة منه عليه؟ الكفارة على المدان في الحادث، المخطي هو الذي عليه الكفارة، أما اللي ما أخطأ ولا حصل منه تفريط ولا يدان في الحادث ما عليه شيء. نعم. هذا يسأل يقول إن واحد أعطاني زكاة أوزعها وأنا فقير، أنا فقير، هل يحق لي أن يأخذ منها شيء؟ لا، ما يحق لك إلا بإذن صاحبها، تخبره بأنك فقير وأنك مستحق، فإذا أذن لك تأخذ منها خذ، أما أنك تأخذ بدون إذنه فهو ما أعطاك إياها لك، معطيك إياها وديها للمحتاجين. نعم. والوكيل ما يأخذ لنفسه شيء، الوكيل ما يأخذ لنفسه شيء. هذا يقول زوجتي حدث لها عملية إسقاط أو إجهاض 2 مرات، الأولى الجنين في الشهر 6 والثانية في الشهر 3. نعم. إذا كان في الشهر 6 هو نفخت فيه الروح وصار إنسانا، فتجب الكفارة في إسقاطه إذا كان هي اللي أسقطته، أما إن كان هو الذي سقط بدون عمل منها فليس عليها شيء، أما إن كانت هي التي أسقطته وهو له 6 أشهر خرج ميتا يكون عليها كفارة عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم 2 شهر، لأن هذا قتل، قتل لنفسه. أما اللي ماله إلا 3 أشهر
هذا ما نفخت فيه الروح وليس فيه كفارة، لكن تأثم على إسقاطه. هذا يسأل عن تشغيل الزكاة، تشغيلها يعني بالبيع والشراء. لا يا أخي، الزكاة تدفع للمحتاجين على الفور ولا تشغل، تدفع للمحتاجين على الفور ولا تشغل للتنمية والربح. نعم. هذا يسأل يقول إن فيه كافر يحب أنه يفهم الإسلام، هل أدعوه، لوجبة الإفطار علشان أعرض عليه؟ طيب، هذا من التأليف، أنك تدعوه وتطعمه طعام وتكرمه وتعرض عليه الإسلام، هذا من التأليف والدعوة إلى الله. نعم. هل يستطيع المعتكف أن يذهب إلى السكن للأكل؟ هذا تكرر الجواب عنه. إذا كان يحتاج الخروج لقضاء حاجة أو لوضوء أو للأكل، ما عنده أحد يجيب له أكل، أو يمنع أنه يدخل الأكل للحرم، يمنع الآن الطعام ما يدخل، يروح يأكل ويرجع، يأكل إما من المطعم وإما من بيت ويرجع للاعتكاف. نعم. هذا يسأل عن توزيع التركة. توزيع التركة عند المحكمة، يروح للقاضي أو المفتي في بلده ويوزعونها له، لأنه لازم من صك حصر إرث، لازم يعرف الورثة صك من المحكمة، إن ما فيه ورثة غيرهم، إن ما فيه ورثة غير هؤلاء. هذا يسأل عن إنسان أفطر قبل أن يؤذن المؤذن. لا، ما يجوز أنه يفطر قبل أن يؤذن المؤذن. إذا أذن المؤذنون يفطر، لأن أذان المؤذن علامة على غروب الشمس. لكن ما دام أن المسألة يقول نصف دقيقة أو ما أشبه ذلك، شيء يسير، فلعله إن شاء الله ما يكون عليه قضاء، لكن أخطأ في هذا حيث تعرض للخطأ، فيصبر لما يذن المؤذن يفطر مع الناس. نعم. هذا يسأل عن رجل، عن العمل، يسأل عن حكم العمل عند رجل ماله حرام. لا يجوز لك تعمل عند إنسان ماله حرام، لأنك تتعاون معه على الإثم والعدوان. نعم. هذا يسأل يقول سافرنا مجموعة من جدة إلى الطائف، نزلنا، عندما نزلنا إقامتنا 6 أيام، فقال الإمام الذي يأمنا نقصر في 4 الليالي الأول. لا يا أخي، ما دام ناويين 6 أيام فلا يجوز لكم القصر من أول ما تصلون، ما يجوز القصر من أول ما تصلون وتنزلون، صرتم مقيمين يلزمكم إتمام الصلاة 4 ركعات، ما هو تقصرون ب4 ويومين تتمون، هذا غلط. نعم. هذا يسأل عن قصة أبي قتادة لما صاد الظبي والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محرمون، هل كان أبو قتادة محرما وقتل الصيد على المحرم حرام؟ لا، أبو قتادة ما كان محرما، كأنه ما أراد نسك ولا أراد عمره. نعم. هذا يسأل يقول ما حكم تخصيص يوم العيد زيارة الأقارب؟ لا بأس بذلك، لأن الناس يتفرغون يوم العيد ويجتمعون ويتفرغون ويتزاورون، لا بأس بذلك، هذا من العادات، ما هو بعبادة، هذا من العادات. هذا يسأل عن صيغة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقول صلى الله عليه وسلم أو تقول اللهم صلي على سيدنا محمد؟ كله سوى يا أخي، كله سوى، إن قلت اللهم صلي وسلم على محمد اللهم، أو تقول صلى الله عليه وسلم بدون اللهم، كله الحمد لله جائز. هذا يسأل عن الركوع والسجود في صلاة القيام، هل يدعو في الركوع مع التسبيح؟ نعم، يدعو، يسبح ويدعو، وكذلك في السجود يسبح ويدعو، لكن الدعاء في السجود أكثر من الدعاء في الركوع، لأن السجود مظنة الإجابة وأقرب ما يكون العبد وهو ساجد، فالدعاء في السجود آكد وأكثر من الدعاء في الركوع. نعم. هذا يسأل يقول أنه جاي من ليبيا وناوي يعتمر عن نفسه وعن والده، أدى العمرة عن نفسه، الآن يريد يعتمر عن والده، من أين يحرم؟ يخرج إلى التنعيم ويحرم، أو إلى الجعرانة، أو إلى عرفة
المهم أنه يخرج خارج الحرم ويحرم، ما يحرم بالعمرة من الحرم، لا بد يكون من خارج الحرم. لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تحرم بالعمرة وهي في مكة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها الرحمن إلى التنعيم تحرم منه. نعم. هذا يسأل يقول أنه أثناء السجود في الصلاة من الزحام نظر لوضع الساعدين تحتنا ويكونون ملامسين للأرض. لا يا أخي، ما يجوز هذا، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن افتراش الذراعين في السجود، لأن هذا يشبه افتراش الكلب. الكلب إذا صار على الأرض يضع ذراعيه، كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ونهينا عن التشبه بالحيوانات في الصلاة، فارفع ذراعيك، اجعلهم فوق ركبتيك، فوق ركبتيك، اعتمد على الركبتين ما يخالف، أما أنك تضعهم على الأرض لا. هذا يسأل إذا عطس أحد في الصلاة هل نشمته؟ لا، ما تشمته، لكن هو يقول الحمد لله لا بأس، هو يحمد الله، إذا عطس في الصلاة يحمد الله، لكن أنت لا تشمته، لأن هذا كلام والكلام لا يصلح في الصلاة. تبرع بالدم، تبرع بالدم للي ما يضره ما يخالف، تبرع به لإسعاف مريض، أو يتبرع به لبنك الدم للمحتاجين، إذا كان عنده زيادة دم ولا يتضرر لا بأس بذلك، لأن هذا من فعل المعروف مساعدة المحتاجين. هذا يقول في أثناء الصلاة أين ننظر، إلى الكعبة أو ننظر إلى موضع السجود؟ لا، الكعبة لا تنظر إليها، انظر إلى موضع سجودك، إلى موضع سجودك، لأن هذا أدعى للخشوع وعدم تشتت الفكر. نعم. ولا أمرنا أننا ننظر إلى الكعبة، ما أمرنا بهذا، ننظر إليها في الصلاة ما أمرنا بهذا، أمرنا باستقبالها فقط. هذا يسأل يقول نحن من سكان خارج مكة، لمن نعطي زكاة الفطر؟ أنتم بالخيار، إن تعطونها في بلدكم للفقراء في بلدكم، أو تعطونها للفقراء في مكة، لا بس كله جائز إن شاء الله. هذا يسأل يقول أنه أحرم، يريد العمرة عن والده، أحرم بالعمرة عن والده، لكنه نسي يذكر اسمه عند الإحرام. لا، ما هو بضروري، تكفي النية، إذا نويت عند الإحرام إن العمرة نيابة عن أحد يكفي النية في القلب، إذا تلفظت لا بأس، تقول لبيك عن فلان، تذكره بالتلبية، ما تقول نويت أن أحرم عن فلان، تقول لبيك اللهم عن فلان، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة فأقره على ذلك، فتذكره في التلبية، ولو لم تذكره تكفي النية في القلب والحمد لله. هذا يسأل يقول هل لنا أجر فيما نخرجه من النفقات والأجورات؟ إذا نويت بذلك الاستعانة على طاعة الله، جيت للعمرة، فكل ما تنفقه في العمرة فأنت تؤجر عليه إن شاء الله، كل ما تنفقه في العمرة على نفسك أو آجار سيارة أو آجار سكن كله في سبيل الله عز وجل. نعم. هذا يسأل أنه بعد ما خلص من العمرة ويمشي في الشارع وجد دراهم ساقطة في الشارع أخذها وعطاها محتاجين، طيب هذا هو العمل الصحيح، إنك تأخذها إذا لم يكن صاحبها قريب ولا تحصل على صاحبها، ما تدري من هيله، وهي ما لها علامات، دراهم من تثري ولا لها علامات واضحة، فأنت تعطيها للفقراء. نعم. أما إن كانت الدراهم في صرة أو في حقيبة أو ولا، هذه لقطة لازم تعرف عليها، وإذا جاء صاحبها وصفها تعطيها إياه. أما ما دامت ما عليها علامات تعرف وصاحبها بعيد ولا تعرفه، أعطها الفقراء. هذا يسأل عن رجل عليه قضاء من رمضان، هل ينويها مع الست من شوال، يعني يصوم ستة أيام بنية أنها الست من شوال وأنها قضاء؟ لا، ما يصلح هذا، يصوم بنية القضاء فقط، فإذا فرغ من القضاء إن كان باقي من شوال أيام يصوم الست،
إن كان شوال انتهى فهو فاتت السنة، لكن القضاء لا بد منه لأنه واجب، وأما الستة فهي سنة، يقدم أداء الواجب على أداء السنة. هذا يسأل يقول إن أخوه له مرتب جيد هل يجوز له يعطيه من الزكاة؟ لا، إذا كان له دخل يكفيه ما تحله الزكاة، الزكاة إنما هي للفقراء الذين ليس لهم دخل أو دخل يسير ما يكفيهم، هؤلاء يعطون من الزكاة. هذا يسأل رجل أفطر متعمدا في رمضان ماذا يجب عليه؟ يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، ويجب عليه القضاء، قضاء اليوم الذي أفطره مع التوبة إلى الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.